تفضل. بالنسبة للشيخ السؤال الأول، في المسلمين اللي في الدول الإسكندنافية عندهم نظام الصيام يعني صاير تقريبا 20 ساعة، الوقت الفطور تقريبا 3 ساعات فقط، هل يصومون على الأذان مع السويد ولا يشوفون أقرب دولة أو يصومون على مكة؟ لا أبدا، الذي يكون في بلاد مثلا وقت الصوم فيها يعني طويل، يقول هل يصومون إلى بلاد أقرب؟ طيب لا صار عندهم الليل النهار قصير، شو يسوون؟ هم يصومون على مكة؟ لا. ها؟ أكيد راح يصومون على ديرتهم. 3 ساعات يعني. ما أدري والله. يعني إذا صار الصيام 20 ساعة يصومون على مكة، طيب إذا صار الفطر 20 ساعة؟ هم يصومون على مكة 15 ساعة؟ هذه الأمور لا تصلح هكذا. الله تبارك وتعالى حدد هذا الأمر، الصيام من الفجر إلى المغرب، هذا الأصل في الصيام في أي بلاد الدنيا، أي بلاد الإنسان يسكن هذه البلاد يصوم من الفجر إلى المغرب. إذا شعر الإنسان بالتعب لطول الوقت مثلا وهو مريض أو تعب أو شعره يفطر، الأمر فيه سعة. أنا الآن صمت أقدر أصوم، في ناس تمتنع عن الطعام يوم يومين 3 أيام وأكثر، أنا الآن أصوم فيصوم 20 ساعة، ما المانع؟ إذا قال ما أقدر تعبت جاء أفطر، أفطر ما قدرت، الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يفطر ويقضي إذا انتصف الليل والنهار أو إذا صار النهار قصيرا يقضي هذه الأيام، الأمور سهلة. لكن أما أن يفطر والنهار بعد ظاهر، لا ما يفطر أبدا وهو ما في شيء. نعم يصوم.